بالمجلس النيابي حصل هذا الاتفاق والتوقيع بالأمس، هيدا شو ترجمته العملية؟ هل يعني خلص فتنا عمليا بهذا الموضوع أم لا يزال هناك يعني طلب لضمانات خطية أمريكية بالنسبة للمصريين؟ لك بقول لك ياها بكل صراحة، نحن موضوع الطاقة باللبنان الكهرباء باللبنان هيدا مشكل انترناسيونال. تخيل لا تحله، بدك تجيب الفيول العراقي وبدك تجيب الكهرباء من الأردن وبدك تجيب الغاز من مصر وبدك يمرق بسوريا وبدك موافقة الأمريكان على، يعني الحقيقة تعقيدي شاروكي من شايفتك. لا الموضوع إضاءة أو كهرباء أو طاقة لبلد صغير بدك تتبع أمم المتحدة توافق على، هيدا كله سياسي، هيدا كله سياسي. لأن أول دولة بالعالم نحن منضوي ولأن أول دولة في إمكانية تعمل معه، أول دولة منطفي لكن أول يعني. دولة منطفي معك حق، أول دولة 24-24 إن شاء الله 100%. طيب ان شاء الله لا، يعني ان شاء الله انه عم تحتل المركز الاول، يعني ان شاء الله لا، ان شاء الله لا واكيد لا، وما فينا نضل هيك، بدها تنحل. انا ما اقول لك بدها تنحل اليوم، اذا ترسمت الحدود استاذ رامز وساعات النائب، اذا ترسمت الحدود كل المسائل بتشوفها انحلت بخمس دقائق. لحظه يعني عم تربط لي اياهم، يعني هو مزبوط بالامس هيدي مقابل هيديك، يعني الاتفاق اللي حصل الضوء الاخضر الامريكي مقابل ترسيم الحدود، هيك بصراحتك؟ نعم صراحة، ومثل ما هني بحكيون على العكيري، أنا واضحة القصة، واضحة هاي مقابل هاي سياسي. ايه واضحة، لأن نجي نكذب على بعض. بس لأقول لك نحن كلجنة أشغال عطين كل الأولوية، ولجنة طاقة كل الأولوية، لنفوت بالتفاصيل بعقود وبالأفراط اللي اجتنا. لحظة قبل العقود، يعني بس خلينا نفصل معك، يعني بالأمس التوقيع الوزير الطاقة والضوء الأخضر الأمريكي مقابل أنه خلص تخلينا عن الخط 29، هيدا الظاهر لحد اللحظة. طيب شو موقفكم انتم كلجنة الأشغال؟ هل رح تصادوا على هذا الاتفاق باللجنة بالمجلس؟ لك لأقول لك شغلة، نحن حسب اتضح من الدولة 23 حقنا كافي ووافي حسب الـ شو اسمه الرسالة للأمم المتحدة، وحسب الفنيين، وحسب آخر رسالة حملها السيد أوكشتاين من الاثنين، 23 بنكون نحن مع حق القانا بيكون حقنا وصلنا. اليوم نحن إذا تم توافق على 23 بحق القامة، أنا بقول لك من هون خلينا نرقص نرقص بالضوء ساعتها، مش بالعتم ساعتها، بيكون أنجزنا اتفاق مهم بظل هالأزمة اللي عم نعيشها اليوم. وإذا اليوم ما وصلنا لحلول بترسيم الحلول بترسيم الحدود بوجود الحاجة الكبيرة عند الأوروبيين للغاز، وبداية إسرائيل إنها كمان بحاجة إنها تبيع، ولبنان بالأزمة الاجتماعية أنا بقول لك بدها تحلق 10 سنين تانية. بالتالي هيدا ذا بيست تايم لحتى نلاقي، اذا بدك قد ما فينا نستفيد من هالتقاطع المصالح عند هالدول كلها سوا. بس اليوم اذا تحدد، يعني انت عم تقول 23، ما انتم حتى يعني بعده خاضع للتفاوض، وبالتالي خاضع لمزيد من التنازل، مشان هيك كان 29 اذا بدك. لك التنازل عن 23 بصير كثير اذا بدك مؤذي، ومؤذي بالسياده، مؤذي بالاقتصاد، مؤذي إذا بدك على المستوى كمان المالي والنفطي وما شابه. 23 مقتنعين كلنا فيها اللبنانيين اليوم أنه هيدي الحدود المنطقية لا نرسمها. 29 طب يعني ما لم يبلغوا رؤساء الثلاثة لهوكستين، أبلغوا إياه عبر الوزير الطاقة وليد فياض أنه هيك ما عندي معلومات إذا قالوا له بلغوهم، بس بالكواليس واضحة اليوم 23 حدودنا مبسوطين فيها وإن شاء الله نوصل عليها. شكرا. هنا جواب سريعا من هوكشتاين لحتى يأكد الموضوع، لك الجو تفاؤلي إلى حد ما. الجو تفاؤلي. نعم. طب بالنسبة للحصة، هل اليوم مع سوريا رح يكون في اقتطاع جزء من هذا الغاز؟ في نسبة 8% أكيد، ما حتعطيك سوريا منا كاريتاس، هي بدها تاخذ حصتها طالبة 8%. هلا الامريكيين موافقين على هاي المسألة؟ طبيعي، ما حدا بيعطي بلاش، ما حدا، لا السوريين قابلين ولا الامريكيين، حتى كثير دول اليوم بلشوا من الخليج وكذا، يرجع السوريين ياخذ مساحته وياخذ حدوده ووقعوا. يعني عم نلاحظ انه بلش السوري يرجع شوي لحد ما ياخذ حجمه بالمنطقة بالاقليم هون.
شكرا لك استاذ سجيع عطيه رئيس لجنه الاشغال النيابيه على هذه المداخله. استاذ درويش اسمح لي ناخذ فاصل، علينا بعض الفاصل رح نكفي نحن وياك بهذا النقاش، فاصل قصير ونتابع. مرحبا فيكم عن جديد مشاهدينا، ونتابع هذه الحلقه من برنامج الحدث مع ضيفي انا بالسابق علي درويش. استاذ علي، شو رايك بكلام اول شيء يعني مره نقطه مهمه كثير الاستاذ عطيه، قصه انه حصل هذا التنازل مقابل الغاز المصري، جرى التنازل عن الخط 29. هو حتى بالتحليل يعني حتى انه بيتوقع انه يكون هيك، بس خلي الامور ليش عم يعني نستبقى بشكل او باخر، خليها تكون واضحه، يعني خط ال 23 بيعتبروه خط ثابت، خط ال 29 كان خط تفاوض بمحل معين، هلا وين وصلت النتيجه؟ بعتقد بالرساله الجوابيه رح يكون في عندك وضوح بالنسبه لها، بس هو عم بيقول انه بالتحليل انه الامور رح واضحة، أنت متريق. أنا بحب تأخذ الأمور لأنه حتى تكون واضحة المعالم، ليش حتى نستبقى؟ في أمور رسمية دبلوماسية وفي اتفاقات بتصير بين دولة ودولة، لحديت هلا لبنان لسه ما وقع اتفاق، لسه بمرحلة التفاوض، أرسل رسالة واضحة المعالم للطرف الآخر من خلال الوسيط الأمريكي وناطر منه جواب بمحل معين، هلا بالتحليل ليش عم بقول لك إنه فيك تستبق الأمور تقول العملية هيك؟ فضل أنا دائما إنه تكون أمور حتى ما يكون فيها التباس، وخاصة إنه هذا الموضوع موضوع يعني الى حد ما في يستعمل بالسياسه بلبنان، يعني عم يستعمل بالسياسه، اي موضوع عم يستعمل بالسياسه، لو كان عم يستعمل غير السياسه كان موضوع اخر. مساله اللي كنت عم اسالك اياها، مساله اليوم هل الرئيس نجيب ميقاتي اذا سيخوض بالتسميات اذا حصل ميثاقيا، يعني ما لم يحصل على اصوات مثلا دروز مسيحيا، ممكن يعتذر ام لا؟ خلص هو اليوم حسب عدد الاصوات ويمشي بالتكليف. هلا بالنهايه النواب اللي بيسموا اكبر عدد نواب بيسمي باعتقاد هو بين ما شفيه، انما بالنسبه لدوله الرئيس خلينا نشوف النتائج بشكل واضح. هلا موضوع الميثاقيه من عدمه بهالمرحله كمان بدنا نكون ضايقين، يعني بلبنان انه صرنا عم نحكي بامور اساسيه، لبنان هلا بشبه انهيار، القطاع العام متوقف الى اخره الى اخره، ما بدي ارجع اسرد يعني الواقع اللي عم نعيشه بشكل او باخر، اذا بنرجع كمان نركز على عناوين محدده رغم اهميه هيدي العناوين، بس كذلك الامر ما فينا نغفل انه نحن بدنا نسير امور البلد، لانه كل مره ساعتها راح تكون هذا العنوان يستعمل بعده اطارات معينه غير موضوع رئيس الحكومه. دولة الرئيس سبق وقال بالبداية وبالنص وبالنهاية، قال في عنا نواب، خلي اللعبة الديمقراطية بلبنان تاخذ مجراها، بكرة في استشارات نيابية ملزمة بتطلع عنا نتائج واضحة المعالم، ما بيصير فيها تكهنات، وهيدي النتائج بتلزم الجميع بها، بتلزمهم بهذا الأمر، وعساتها دولة الرئيس ساعتها هو يعني بيبدي ما يراه مناسبا بناء على هذا التوجه، وأكيد كلياتنا نخضع للعبة الديمقراطية، يعني خلي الامور تاخذ مجراها، انما عملك بتفضل دائما بهالمرحله تحديدا انه يكون في تخفيض لسقوف الاشتباك على المستوى الداخلي، ليه؟ لانه بالنهايه على القليله بتصير المواضيع المعيشيه والاقتصاديه هي من تعلو ولا يعلى عليها الموضوع السياسي. لانه بلش رئيس نجيب ميقاتي بالتاليف، يعني عم بيوزع الوزارات ووعد على كرب وزاره. هلا بالنهايه طالبوا بوزاره، وإذا كان يعني إذا كان في هلا وزارة جديدة مع إنه يكون العكر وزارة، بالنهاية كمان صارت محافظة خزان بشري كبير، وبالنهاية من أحد المناطق الفعلا محروم، صحيح لبنان كله محروم، بس المناطق الشمالية إذا كانت في معايير معينة حددت من قبل يعني عدة جهات مانحة، حطت طرابلس وعكار، بتعرف إنه صار يعني طرابلس هي عاصمة الشمال وهي امتداد طبيعي لعكار ولضنية بمحل معين، من أفقر المناطق واللي هي فعلا بدها أنماء، لما بيكون في عندك وزير من هالمحافظة أولا استكمال تفاصيل العمل على مستوى المحافظة إن كان دوائر نفوس وإلى آخره وإلى آخره، هذا الأمر بيقدر يعني يعطيه أهمية، وكذلك الأمر يعني كل وزير يعني منطقته صحيح إنه بده يكون هو لكل لبنان، إنما منطقته كمان بتاخذ أهمية بشكل أعلى، فبالتالي مع إذا كان إنه بتنعطى عكار وزارة لأنه تستأهل.